بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السابع، شو أخباركم؟ كيفكم؟ طمنوني عنكم. اليوم رح نكمل درس تركيز المحلول اللي مفروض إنه هسا نكون إحنا فيه منا 100%، مظبوط؟ عملت أنا شرحته المرة الماضية، عملت مس ملك تجربة وبعتت لكم إياها. فاليوم رح أحل أنا أسئلة إضافية على تركيز المحلول وأتأكد إنه أنت أمورك 100% تمام، عشان المرة الجاي بكرة يعني ناخذ درس جديد. طيب على طول أنا راح أنزل على التلخيص اللي أنا بدي إياك ترد، معلش بدي أغلبك ترد تنقول لي إياه على دفترك عشان أتأكد إنك فهمت. يعني هذا القانون جدا سهل بس بده شوية تركيز. طيب قبل ما انا اشرح او ارجع على الكتاب، راح اجي على هاي الورقه اللي مكتوب عليها مهم جدا، اكيد الكل شايفها. تمام اوكي، يلا ركزوا معي وتاكد انه انت فاهم، لانه احنا مصرين انك تفهم الدرس 100%. تركيز المحلول يعني انا بدي اعرف كم نسبه المذاب الى المذيب، كمان مرة كم نسبة الملح للمي، كم نسبة السكر للمي. يعني هل هو الملح كثير، قليل، متوسط، كويس؟ طبعا أنا ما بدي أنت تيجي تجاوب لي وتحكي لي لا والله هو حلو كثير، لا هو دلع. لا، في قانون اسمه قانون تركيز المحلول، هو اللي بدي إياك تطبق لي عليه. تمام. طيب القانون راح ابعته، هذا راح ابعته. التركيز بيحكي لك كتلة المذاب اللي هو الإشي الصلب زي ايش؟ زي الملح، زي السكر، زي الحليب، يعني أي إشي أنت ذوبته بالسائل على ايش؟ على الحجم، تمام؟ حجم السائل اللي هو بسموه المذيب. تمام. طيب هسا نيجي للاختصارات، يعني أنا ما بدي أضلني أفتح لك صفحات، فعلشان هيك ركز معي. التركيز يساوي الكتلة على الحجم. التركيز يعبر عنها دائما بحرف السي. هاي تمام. طيب مس انا بشرح عن ملخص، عن ملخص هسه، ما بدي تفتحي الكتاب، بدي اياك تتاكد انك فاهم. الكتلة بالرموز يعبر عنها بالام، هيها تمام، والحجم الفوليوم يعبر عنه بالفي. لهون حدا عنده مشكلة؟ إذا سي تساوي ام على في، 100%. طيب الام ايش هي؟ هي الكتلة، ترجع للكتلة. الفي بترجع للحجم. السي التركيز، بدناش نضلنا نعيد كثير. الام لانها كتلة، لانه اشي صلب، يقاس بوحدة الجي. الجي يعني الجرام، تمام؟ الجي الجرام، يعني كم نسبة الملح بالجرامات؟ 1، 2، 3، 4، 5 جرام، أنت بتعطيني إياها، أنا بعطيك إياها جاهزة. بس أنت احفظ لي هذا القانون ويعطيك العافية. الفوليوم لما أنت تمسك زي ما حكينا المرة الماضية، جنية المي بتلاقي عليها 10 مل، 20 مل، 30 مل، 1 لتر، كذا 2 لتر، يعني المل وحدة قياس السوائل، وحدة قياس السوائل. فباجي بكتب لك هون مل. لهون حدا عنده مشكلة؟ في حدا عنده مشكلة؟ شايف كم مرة صرت عايديته؟ مليون مرة. السي اللي هي تساوي التركيز، الكتلة على الحجم، وحدة قياسها جرام لكل مل. هيك تقرأ، جرام لكل مل. طيب مس انت كيف راح تجيبي لي الامتحان؟ انا راح اجيب لك الكتله والحجم وانت تعطيني التركيز بس، تمام؟ طيب ننزل على الامثله. هاي رجعت عدت سي، تركيز المحلول يقاس التركيز بالجي لكل مل، الام كتله المذاب ويقاس بالجرام، الفي الحجم بالمل. يا سلام عليكم. ولكن قبل ما أبلش أحل أسئلة معكم، للتحويل من مل إلى لتر
يعني أنا بدي أحول من صغير لكبير. أنا بقسم، يعني أنا لو عندي 100 من أنا لازم أقسم على 1000، أقسم على 1000. يعني 100 من كيف أحولها للتر؟ كيف أحولها؟ لازم أحكي 100 تقسيم 1000. الصفرين مع الصفرين بيروحوا، 1 بالعشرة يعني هي 1 على 10 وبتطلع 1.1 بالعشرة. تمام؟ يعني أنا لما بدي أحول من صغير لكبير، تمام؟ بقسم على 1000. راح أعيدها. قبل ما أبلش أحل مسائل للتحويل من إلى لتر، تمام؟ عشان أحول من إلى لتر لازم أقسم على 1000. طيب مين يحول لي 200 من؟ 200 من حول لي إياهم للتر، حول لي إياهم للتر. لا مش 20 يا حلا، طبعا غلط، أنت ما قسمتي أساسا. للتحويل أقسم على 1000. كيف؟ باجي بحكي 200 تقسيم 1000، الصفرين رح يروحوا مع الصفرين. 2 تقسيم 10 يجوز؟ لا يجوز، باجي بحط فاصلة وبزيد صفر. 20 تقسيم 10 كم؟ 2. انتهى، انتهى. هذا هو درسي. هذا لا، عامر 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 عامر، كيف طلعت معك 2؟ بحكي لك 200 على 1000، بتحكي لي 2؟ محمد الشياب تعالوا، تعالوا معي ونحل المسائل التالية. محلول حجمه 600 من. الحجم، الحجم ايش اختصارها؟ ايش اختصار الحجم؟ هاي ورقة عمل. ايش اختصار الحجم؟ ام ولا سي ولا بي؟ غلط، معتصم اكثر واحد صاحي معنا ابي. طيب حضر بإذابة 15 جرام. الجرام هل هي كتلة ولا تركيز؟ جرام هي الكتلة. الكتلة تساوي 15 جرام، تمام؟ هاي كتلة وهي حجم. بماذا يعبر عن الكتلة؟ بالأم. يا سلام عليك يا موسى. إيش القانون بحكي لك؟ ولا أسهل، سي بتساوي أم على بي. يلا قسمولي، سي بتساوي أم على بي. ضلك عيد، سي بتساوي ام على بي. اللي كتب لي 4 طبعا غلط. كيف بتقسم لي صغير على كبير وبتطلع 4؟ تيجي بتحكي، ركزوا معي، عندكم مشكله كمان بالقسمه. 15 تقسيم 600، تمام؟ تيجي بتحكي لي 15 تقسيم 600 لا يجوز، بنحط فاصله وبنزيد صفر. 150 تقسيم 600 يجوز؟ 160 تقسيم 150 لا يجوز، بنحط كمان صفر وبنزيد هنا صفر، تمام؟ 1500 تقسيم 600 كم؟ على السريع كم فيها؟ 1500. يا الله، معتصم معتصم، صحصح معنا، قسمة عندكم في مشكلة بالقسمة كمان. 1500 تقسيم 600 كم؟ بيطلع فيها 2. 2 ضرب 600 1200. 1500 ناقص 1200 في 300. لهون أنا بكفي، تمام؟ اكتب لي 2% وبكفي، تمام؟ مين ما فهم كيف قسمنا؟ موسى شو 3000؟
مين فهم كيف قسمنا؟ اللي فهم كيف قسمنا وطبقنا يكتب لي تم. اللي فهم كيف قسمنا يكتب لي تم. اللي فهم تمام. مية 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 مية. عامر كمان مرة يا عامر. عامر عندي راح أحلها فوقها شوي. عامر محلول حجمه 600، الفي بتساوي 600، 600 مل. الكتلة اللي هي الام بتساوي 15. احسب التركيز اللي هي سي. طب ما هو القانون من الاول بحكي لك سي بيساوي ام على في. يلا اقسم لي شو الصعب. الام 15 والفي 600. في حدا لهون عنده مشاكل؟ لا تكتبولوش ما عندي مشاكل. ما بصير تقسم بسط على مقام، بسط صغير على مقام كبير ويطلع معك عدد صحيح. ما بصير، لازم يطلع اعشار. لما بحكي لك واحد على اثنين، الصغير على الكبير يعني فيه اعشار. تمام؟ العدد الصحيح الكبير على الصغير. تمام؟ هيك بتقسمي 15 تقسيم 600. اللي مش فاهم 15 تقسيم 600 يجوز؟ يجوز ولا لا؟ يجوز ولا لا يا عامر؟ لا يجوز. حط لي فاصلة وحط لي صفر. 150 تقسيم 600 يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. حط لي صفر وزد لي كمان صفر. بدي أحلل لك أنا المشكلة اللي عندك. 1500 تقسيم 600 يجوز؟ طبعاً. 1500 تقسيم 600 كم فيها؟ فيها 2. 2 ضرب 600 1200. بكفيني لهون، حلل لي لهون انت ويعطيك العافيه، بتطلع 2%. اللي فهم المثال الاول يكتب لي تم. يا جماعه سي ام على في، سي ام على في، سي ام على في، انتهى الموضوع. انتهى. عامر تم، ما دام هيك امورك 100 100. انزلوا لي على الثاني. ما كتلة هيدروكسيد الصوديوم؟ ما كتلة، اذا عندي الكتلة هي المجهول التي يجب اذابتها في الماء لتحضير 150 مل. 150 مل، هل هي حجم ام تركيز؟ مل مل مل. المل المل حجم ولا تركيز؟ المل. يا سلام عليها سميرة، مية مية يا حلا. إذا كم يساوي الحجم عندي؟ الحجم عندي هون بيساوي 150 مل. لا تنسى إنه الكتلة هي M، الحجم هي V. طب كم التركيز عندي هون؟ التركيز بيساوي 1%. كيف أحلها؟ باجي بكتب. إذا كان عندي المجهول الكتلة، عندك طريقتين، يا بتعوض، ركزوا معي، يا إما رح أعطيك هذول القوانين جاهزة. تعال معي، طلع الكثافة، عفوا طلع. إذا كان المجهول التركيز بقسم الكتلة على الحجم. طيب إذا كان عندي الكتلة أنا بضرب، أنا بضرب، أنا بضرب، بضرب التركيز ضرب الحجم. يعني إذا كان عندي الكتلة هي الكتلة هي الـ الـ شو اسمه الكتلة هي اللي مش موجودة، بضرب سي ضربي. تمام؟ طيب وإذا كان الحجم هو المجهول، إيش أعمل؟ بخلي الكتلة مكانها وببدل بينها وبين التركيز. هي التركيز بيجي على المقام وهي بتيجي مكانه. تمام؟ يا سلام عليكم. طيب أنا عندي هون المجهول الكتلة، كيف أحسبها؟ كيف بحسبها؟ بضرب. تعال نضرب، يلا
الكتلة تساوي الحجم ضرب التركيز. طبق معي، كم الحجم عندي هون؟ 150. ونفسها يا مس، ام تساوي في ضرب سي. رموز وكلمات. لهون حدا عنده مشكلة؟ لهون حدا عنده مشكلة؟ 100 100. طبق معي، 150 ضرب 1%. مين بيعرف يضرب بالفواصل؟ تعرفوا تضربوا بالفواصل ولا اعلمكم؟ تعالوا اعلمكم كيف. ركزوا معي، ركزوا معي كيف بنضرب. ركزوا مع يا غي، مزبوط، ضرب عادي. بس ركز معي، كم منزل عندي قبل الفاصلة؟ كم منزل عندي قبل الفاصلة؟ كم منزل عندي قبل الفاصلة؟ ثنتين. هاي واحد اثنين، اشطبها اشطبها، اضرب لي عادي. 150 ضرب واحد 150. رجع لي الفواصل، كم منزلة؟ منزلتين، واحد اثنين، وبرجع الفاصل. تطلع معي كم؟ واحد ونص. اللي فهمها يكتب لي تم، اللي فهمها يكتب لي تم. سهل ولا صعب؟ 100 100. إذا كان التركيز هو المجهول، تقسم لي كتلة على حجم ويعطيك العافية. إذا كانت الكتلة المجهولة، أضرب أضرب الحجم ضرب التركيز. أقول لك أضرب الرقمين الموجودات في بعض شو مكان يكون. طيب إذا كان الحجم هو المجهول، اللي هو المقام المجهول، بدل بينه وبين التركيز. تمام؟ كيف؟ تعال، ما حجم، شايف المجهول؟ الحجم هو المجهول. يا سلام عليكم. ما حجم بوحدة اللتر؟ يا بي طويلة عريضة لتحضير، تعالوا نحلها. محلول تركيزه كم؟ كم يساوي التركيز اللي هو السي؟ يساوي 5 بالعشرة. فيش اشي بصعب عليكم، عشان هيك ركز معي. طيب كم الكتلة اللي هي الام؟ الكتلة اللي هي الام بتساوي 45 جرام. يا سلام عليكم. لما يكون عندي المجهول طلع سي بيساوي ام على في، المجهول عندي الفي. طيب انا عشان اوجد الفي يعني المقام، ببدل بينها وبين السي. بس لا، الضرب للكتلة، الضرب للكتلة، الضرب للكتلة. أنا عندي المجهول المقام. طيب كيف أوجد المقام؟ ببدل مكانه مع مكان السي. كيف بصير؟ يساوي في بتساوي ام على سي. تمام؟ تمام لهون يا شباب؟ تمام؟ في بتساوي ام على سي. يلا طبق معي. كم الام اللي هي الكتلة عندي؟ كم الام اللي هي الكتلة؟ 45. طيب كم عندي التركيز؟ 5 بالعشرة. شو اعمل انا هون؟ كيف يا مس بدي اخلص انا من الفاصلة؟ كيف بدي اخلص من الفاصلة هون؟ في عندي فاصلة، شو أسوي فيها يا مس؟ إما بضرب وإما إيش بعمل؟ طيب خلينا نضرب هون بعشرة عشان أخلص منها، وبضرب هون بعشرة. طيب خليني أحلل لك إياها بطريقتين. 45 تقسيم نص، في عندي حل. شوف أنت اللي بيناسبك. 45 ضرب 10 450، نص ضرب 10 كم بتطلع النص ضرب 10؟
كم بتطلع؟ تطلع 50. تطلع 50؟ لا ما بتطلع 50، اضرب لي اياها. 5.5 × 10. طيب خليني اعطيك طريقه اسهل، راح اعطيك طريقه احسن من الضرب. 45 × 5 بتحرك لي هاي المنزله، او هاي عد لي، في عندي الفاصل يحركها منزله واحده وحط لي صفر. هاي الطريقه اسهل، بديش تقسم لي 10 او تضرب لي 10.5، بتصير 450 تقسيم 5. كم بتطلع؟ اقسم لي اياها. 450 تقسيم 5 كم بتطلع؟ 450 تقسيم 5 وفيها 9 بتطلع 90. يا سلام عليكم. تمام؟ تمام؟ لا 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 لا، يعني أنا بحرك الفاصلة 100 100 100 100 لهم. طيب نرجع للكتاب. تمام؟ عشان أتأكد إني أنا بحل صح. طيب تعال على هذا المثال. أذيب 10 جرام من مسحوق في كمية من الماء النقي. تمام؟ شوفوا لي أي صفحة يا شباب، شوفوا لي أي صفحة. التركيز، شوفوا لي أي صفحة. صفحة 103. أذيب 10 جرام من مسحوق في كمية من الماء النقي، فتكون محلول حجمه 110. احسب التركيز. التركيز بيساوي C تساوي M على B. تمام؟ طيب كم الـ M عندي هون؟ عندي 10. وكم الـ V؟ عندي 110. يا سلام عليكم. خذ لي الصفر مع الصفر، 1 × 11. تيجي بتقسم لي اياها قسمة طويلة، أسهل إشي عليك. تيجي بتحكي 1 × 11 يا مس لا يجوز، بحط فاصلة وبزيد صفر. 10 × 11 يجوز، 10 × 11 لا يجوز، بزيد كمان صفر هون وبزيد كمان صفر هون. 100 × 11 تطلع فيها 9. يا سلام عليكم. يا مس لهون بكفيني أنا، أعطيني منزلتين بكفيني. هسا أنا بدي أحكي لك شغلة، بالامتحان أنا رح أجيب لك أعداد سهلة. تمام؟ بس أنت إيش؟ بس أنت طبق القانون. التركيز يساوي الكتلة على الحجم، ويعطيك ألف عافية، هيك بتكون أمورك تمام. اللي فهم الدرس يكتب لي تم. تمام؟ و إن شاء الله بكرة رح ناخذ العوامل المؤثرة بالمحلول، وأكيد أكيد رح نجيب لك أسئلة سهلة. ويعطيكم ألف ألف عافية يا مس. يلا سلام. كمان